وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث في ظاهره أن المأموم يؤمن بعد إمامه، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يقارن إمامه. والدليل ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ما الذي بعدها؟ قال: فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث يفصح ويبين أن تأمين الملائكة يتوافق مع تأمين المأموم مع تأمين الإمام. أما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، الفاء هنا ليست للتعقيب الزمني، لا، وإنما هي للتعقيب الذكري، يعني لا تعلق لها بالزمن، ليس تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، وإنما هي الفاء للترتيب والتعقيب الذكري ليس الزمني. كيف؟ كما لو قيل: إذا رحل الإمام فارتحلوا، أيمكن أن يفهم من ذلك أن الإمام إذا ذهب ثم ارتحل يأتي من بعده من حاشيته ونحو هؤلاء أن يأتوا بعده؟ أما أن المقصود أن يقارنوه، بمعنى أنهم يتهيئون للرحيل فيكون رحيله ورحيلهم سواء. وهذا له أيضا شواهد من كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: ونادى نوح ربه، هنا منادى، فقال ربي إن ابني من أهلي، قال فقال، القول هنا ونفس المنادى، فهنا للترتيب الذكري، بمعنى من حيث ذكر الجمل لا من حيث الزمن، لا علاقة للفاء هنا في هذا الحديث بالزمن. وكما يصدق أيضا في الفاء يصدق في ثم، ولذلك لما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ماذا قال بعدها؟ قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما. قال: ثم آتينا موسى الكتاب، يعني هل موسى أوتي الكتاب من حيث الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما هنا للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني. وهنا أيضا فائدة، وهي أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. بعض العلماء وهو خلاف الجمهور يقول إن الإمام لا يؤمن لظاهر هذا الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن المأموم ماذا يقول؟ قال فقولوا آمين، فيقولون هو لا يؤمن يعني الإمام. وهذا خطأ، لأن النصوص الأخرى التي أوردتها وهي مثل الحديث الذي في المسند وغيره: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ثم فإنه على طالب العلم أن يتبع الروايات والأحاديث، فإن هذه الأحاديث إذا جمعت فإنها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا.